طبعا كانت معنا هذه ابرز العناوين لحلقه اليوم. راح نبداها بالهاشتاج اللي اخترنا لكم هو اليوم تحديدا، وواضحه من الابتسامه اشكر صراحه اللي اختار الهاشتاج واللي طرح الهاشتاج وكل الناس اللي غردت ايضا في هذا الهاشتاج، لانه يوم مميز وبسبب دخولنا لهذا الشهر وشهر فبراير. اوكي اللهم اخترنا الهاشتاج اليوم لمواليد شهر فبراير. طيب خلاص خلينا نشوف الهاشتاج عشان لما ترتاح نفسيا في الهاشتاج الغريب اللي احنا طالعينه اليوم. اوكي يلا ما بدي اقرا صراحه. اوكي مشعل حمد يقول مواليد فبراير ولدوا في اجمل شهر برغم قصر الشهر لكنه اطولهم جمالا وعطاء حفظهم الله لنا، اللهم امين يا مشعل. حلو ما اعرف ايش يضحك او ايش المفرح لكن طيب. سين يقول ولدوا في الشهر الفريد الذي لا احد يشبهه ب 28 يوم اكتسبوا التميز فاصبحوا مميزين. شكرا لك يا سين، شكرا لك. انت حتفضلي تطبلي لنفسك كثير؟ أيوه. انا ماني فاهم والله يعني. طب اوكي يلا مميزين مميزين عشان لا يزعلوا. نالا تقول مواليد فبراير خلقوا كي يكونوا الحلاوه لايامنا، نادرين ولا شيء يعادل جمال وجودهم. حقول لكم حاجه في الاخير. حتقاطعيني كثير لميه؟ لا انت انا بتكلم، لو انت تتكلم انا اخلص كلام. مين قال؟ عموما حقول لكم حاجه على ابراج هذا الشهر، ويعني حنشوف الواقع المريض. لا مو زعلان بس انا ما احب المبالغه في الفرحه على حاجه انا عارف ومتاكد. ليش انا عارف. خليني اخلص كلامي. انا عارف ومتاكد لميا انه في الشهر هذا له مساوئه وله ايجابياته، مو معقول افرح الفرحه الكامله. انا بفرح بالعكس، انا مره مبسوط انك فرحانه. بس فرحتي عارفه فرحتك كانه ايش؟ كانه ما في شهر غير شهركم. اوكي طب خلينا انبسط لما يجي شهرك انبسط نفس البسطه هذه. اكزاكتلي شكرا انك قلتي هذه الكلمه. ليش؟ لانه يعني ابراجكم او ابراج هذا الشهر يحبوا المديح بشكل قد عيونهم، ما يحب المجامله، في فرق. أوه. بس يحب المديح. نو نو مو شرط. ايش في المديح؟ حلو المديح بس تو ماتش. لا حلو خلينا ينبسطوا فيه. انا ماني مصدق انه الهاشتاج قائم على مديح مواليد هذا الشهر. هنيئا لكل مواليد شهر فبراير. خلونا نكمل التغريدات. مين معانا؟ اشواق تقول نحن العظماء نولد في مثل هذا الشهر المليء بالتواريخ والإنجازات العظيمة، الله عليك يا كل شهور أشوار. الحياة كل شهور الحياة فيها إنجاز، حثبت لكم أنا اليوم كل شهور الحياة. أوكي. الـ12 شهر كل شهر له ميزات وله تاريخ وله إنجازاته الخاصة، فلا يعني نقعد. محمد يقول حينما يكون للجمال شهرا فعذرا لا جمال إلا لمواليد فبراير. الله ايش هو اللي الله الله اهنيك ايش هو؟ اهنيك يا محمد. لا ما معليش معليش وجهك ابيض والله معليش بس ايش ال ايوه ايش الله على ايش؟ الله على الكلام الجميل، عجبني الكلام. ليه زعلان؟ وبعدين ترى بس دقيقة، شاب اللي قال الكلام مو بنت. اوكي ايش يعني؟ يعني ما مدح البنات فارتاحي. هو ذكر كل مواليد شهر فبراير سواء بنات او شباب. هذا أوكي. غزل علم. يلا مين كمان قرينا هذا؟ تبقى بسرعه عدوها كمان لا تخلص الهاشتاجات. سعد الرفاعي يقول رؤيتهم تزرع البهجه في روحك. الشيء غير الجميل بمجرد ان يقترن بحضورهم يتحول جمالا لا يوصف. يا جماعه اليوم بطير وطرحت زعلان وانا طايره. والله ماني زعلان. انا والله طايره والله اوكي والله ماني زعلان. كلامكم والله ماني زعلان والله ماني زعلان. طيب. بس انا دائما احب الوسطيه في الامور. زي ما عندكم حاجات جدا رائعه وبتميزوا فيها في هذا أوكي. الشهر وغيركم ما عنده اياها. أيوه. عندكم حاجات ترفع الضغط. أوكي. لا نضحك على بعض وكل برج وكل شهر في هذا الشيء. عادي نحن نتقبل الانتقادات باي ذا واي. اي ما انا عارف انا عارف. امينه ايش تقول؟ طيب اللهم اجعله عاما مليئا بالسعاده كسعادتنا بهم. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه منطقيه في الردود. كسعادتنا بهم. اوكي الفضلي يقول مواليد العطاء دون مقابل. اتفق دون مقابل اتفق. الله يس
اتفق. فهذه لانه دائما يكونوا معطائين ويكون عندهم يعني حب مساعده الغير وانهم هم يصلحوا بين الناس، بالعكس هذا صحيح. وفا تقول زاهين المبسم وصافين القلب جدا، هذه برضو اتفق. لا لا يا جماعه. ونختم بوفاء لانه فعلا صفاء القلب من اهم الامور، لكن ايضا في حاجات كثير لازم يعني ابراج هذا الشهر او مواليد هذا الشهر يتعلموها. في حكايه كيفية حقيقة، والله أنا ما مو شيء مو إني أطلع مساوئكم أبدا، لأنه أوقات مساوئ تكون إيجابيات في مواطن معينة. فعندكم طيبة قلب عالية، عندكم صفاء قلب عالي، عندكم عطاء لا محدود، هذه أنا يعني أتفق بشكل كبير. ولكن أوقات تيبس بعض الأفكار عندكم لازم تتلحلح وتنحل والله العظيم، لأنه عندكم عناد مو طبيعي، عندكم شيء حلو نحن نشوفه مين. الحين أقول لك حاجة، عندكم إصرار أوقات على الخطأ بشكل مو طبيعي، لأنه في اعتقادكم العمل اللي بتنجزوه بيكون كامل. وفي وجهة نظر، خليني أخلص، وجهة نظر الجميع هو نهايته وخيمة أو خاطئة أو غير هذا، زنانين من الدرجة من الطراز الأول ممكن تتعلموا منهم. يس والله، ففي حاجات جميلة وفي حاجات لازم تغيروها كباقي الأشهر وكباقي مواليد الأشهر الباقي، كل مساوئه. وأنا هنا اليوم مو عشان شيء، بس عشان يعني أعمل وسطية في هذا الموضوع. على فكرة ترى في النهاية هو مجرد هاشتاج، بالعكس يعني الناس انبسطت فيه، ويوم جميل وذكريات جميلة وكلام أيضا جميل كتبتوه وغردتوا فيه لمواليد هذا الشهر. وأنا صراحة بعد كلامكم ما راح أقول أي كلام. شكرا لك على المدح الجميل، نحن نتقبل كل الانتقادات بكل صدر رحب وهنيئا. اكيد تعرف اقول لك حاجه، العاقلين منهم واللي فعلا يبغوا يغيروا نفسهم حيتقبلوا كلامي، حيقول لك شكرا براد لانه اديتنا حاجات ممكن ما كنا انتبهنا ليها. وعلى فكره كلنا يعني كلنا اصحاب خطا، فانا هذا اللي انا اقصد انه لازم، بس على فكره ما نعمم، نقول البعض. إيه طبعا مو كلهم ابدا البعض. بالعكس انا قلت البعض. وفي الاخير احنا نحتاج فعليا يعني خلاصة هذا الهاشتاج عشان ننبسط ونستانس بولادتكم، وكل عام وانتم بخير وان شاء الله السنوات جميلة. بس اخيرا قلتها انت، انا ما انت مديتني فرصة لاني اعبر عن مشاعري لمواليد هذا البرج. بديت حامي، عرفت قلت لازم ابدا حامي، عارفة ليش؟ عشان ما شاء الله المديح مو مقصر، فنبغى نوزن، بس هذا كل ما في الموضوع ولا مو؟ اوكي خلاص كفاية، احنا اليوم خميس وبداية شهر فبراير ومرة مبسوطين. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. يجي جولاي ان شاء الله. We'll be right back.